14 يناير 2024 ستتم إضاءة أفق دبي بعرض استثنائي ل 800 طائرة بدون طيار تحلق على ارتفاع مئات الأمتار، مما يخلق مشهدا يحبس الأنفاس في سماء الليل. طبعا بضم عرض الطائرات بدون طيار بمهرجان دبي للتسوق هالعام شاشتين جداد بالكامل رح ياخذوا المشاهدين برحله سحريه عبر قصه دبي، ورح ينسجوا سرد ساحر لبداياتها المتواضعه والوعد المبهج يلي بيحملوا مستقبل المدينه. تنطلق الطائرات بدون طيار من سكاي دايف دبي لخلق سيمفونيه من الالوان والاشكال. الزميل محمد علي يوسف زار كواليس المعرض ورجع لنا بالتقرير التالي. عرض مختلف، تاريخ يحكى بلوحات ملونة مضيئة في سماء دبي، تحكي فيه الطائرات بدون طيار وبالأضواء تاريخ دبي ورحلتها إلى المستقبل، فمن أعماق الخليج العربي حيث اللؤلؤ إلى ريادة الفضاء يشاهده الناس من شاطئ البلو ووترز وامتداد سواحل الجميرة. لكن أن تتاح لك فرصة متابعة العمل وكواليسه من الأرض فالأمر مختلف ومذهل لأقصى درجة. What you can see behind us is actually 800 drones being laid out for the drone show festival. We're running two shows every single day from at 8 p.m. and 10 p.m. So if you're around, do catch the shows out here. مهرجان دبي للتسوق ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بدأت عروض الطائرات قبل 4 سنوات لتصل هذا العام إلى 800 طائرة لتنفيذ أحد أكبر عروض الطائرات بدون طيار. ومن منصة الإطلاق سكاي دايف دبي عمل فريق سكاي ماجيك عبر 4 طيارين يقومون في وقت واحد بتشغيل عدد كبير من المركبات الجوية التي لديها القدرة على الطيران على ارتفاع يصل إلى 300 متر ليشاهد العرض على بعد مساحة شاسعة في دبي. So these drones are also able to withstand winds up to 28 kilometers per hour as well. That being said, all this, the shows, it did not come easy. We have a great team from Singapore, from the UK, the technical team, R&D team, creative team as well, that we work together with the clients. ساعات لا تحصى من البرمجة والتحضيرات ومراجعة الطائرات على الأرض ومتابعة البرمجة وحل المشاكل الطارئة ومراقبة سرعة الرياح وحالة الجو لضمان أن يشهد عشرات الآلاف من زوار دبي السحر اللامحدود لحكاية المدينة من خلال هذا العرض الجوي. وهم موعودون بعرض ختامي لفعاليات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مهرجان دبي للتسوق في 14 يناير القادم بعرض يضم 1500 طائرة بدون طيار. So these drones are actually designed for specifically for drone shows itself. So the drones that we have out here are RTK enabled. So we run through real-time kinematics technology. So what real-time kinematics technology is that it provides a way better GPS accuracy. So when we have a way better GPS accuracy, we can get the drones closer to each other in the air, providing a better, less pixelated drone show pictures out in the sky. العرض من أفكار رسام الرسوم المتحركة وراوي القصص محمد سعيد حارب، موضوعه حكاية خيالية، عرض يجسد الثقافة الإماراتية ويجمع بين جنباته حكاية الماضي والحاضر في مدينة المستقبل دبي.